الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مضى رمضان، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن تقبل الله منهم الصيام والقيام. وشهر رمضان ينبغي أن نستمر على الأعمال التي كنا نعملها حتى بعد رمضان، فشهر رمضان جد واجتهاد، ولكن عليك أن تستمر على هذا الجد والاجتهاد حتى بعد رمضان. وأقبل العيد فكل عام وأنتم بخير. هذه الأيام أيام فرح وسرور، فعلينا أن نفرح وأن ندخل السرور على أهلنا، وهي أيام كذلك صلة للأرحام، فليصل من كل منا رحمه، وأن يعفو إن استطاع أن يعفو خاصة لأقربائه. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يسعدكم في الدارين، اللهم آمين.